السلام عليكم، مرحبا بكم كاملين. مرحبا بالاصدقاء الناس اللي كيتابعونا من خلال هذا الفيديو الجديد على قناه ساعه التقنيه. اشتقت اليكم كثيرا كثيرا، وها نحن عدنا معكم، ودائما العوده تاتي بالجديد، وجديد هذا اليوم هو مستقبل رقمي ايكون ايرون بلس ملتي ستريم. العديد منكم يتساءل ما هو الاداء التي يتمتع به هذا الجهاز، ما هي الخدمات التي يوفرها. هناك من يشكر الجهاز، هناك من يعاتب على ما يوجد على الجهاز، هناك من ينتقد وهناك من يمدح، ولكن الاراء تختلف. والراي الاول والاخير وهو ان تجرب انت وتعطي النتيجه وتعطي الاحتمالات حسب ما تراه مناسب. يعني انا سوف اعطيك ما رايته في هذا الجهاز من ايجابيات وما رايته كذلك من سلبيات، رغم ان الايجابيات هي اكثر من السلبيات، ولكن الحمد لله هذا هو الاساس من قناه سعد التقنيه، وهو نحدثكم من خلال الايجابيات والسلبيات وكل شيء. هذا ما كان بعد الفاصل ونواصل. إذن أصدقائي الكرام، كما تعلمون أن شركة إيكون هي واحد الشركة لدعم جزائري من تطوير كوري، يعني خصوصا إيكون إيرون، إيكون إيرون بلس، إيكون ويجو، وأيضا جهاز إيكون إيرون برو، يعني الجديد الذي تم طرحه في الأسواق. يعني منذ هذه الأسابيع المنصرمة هنالك إيكون فورميلار، هنالك يعني مجموعة من الأجهزة المتشابهة لشركة فورميلار الكورية، والتي تعطي طبيعة الحال البنية والبيئة، وتعطي كذلك الدعم التقني للأجهزة، خصوصا تطوير الأنظمة التي يتعاملوا عليها. يعني هذا بطبيعة الحال جهاز شبيه للفورميلار اس ميني. بالنسبة للمميزات التي أعجبتني وفعلا أعجبتني في هذا الجهاز، يتوفر على سيرفر هو منافس في الوقت الراهن الليميتد لا محدود، وثاني شيء أنه يتوفر على سيرفر جوجل اي بي تي في، ثالث شيء أنه يوفر لك تقنيات رائعة للعمل، يعني اعمل به ما شئت رغم أنه بنظام نو روتد. فالجهاز يتوفر على ماي تي في أونلاين، يعني إضافة الاي بي تي في سواء جوجل اي بي تي في وغيرها، كذلك توفر على الاكستريم كود الذي تم قفل البانيل يعني عن الموقع الرسمي يعني من خلال الشرطة الإيطالية والأوروبية مؤخرا، كذلك الجهاز يتوفر على كوديك اتش او في سي وكذلك كوديك الترا اتش دي، تستطيع تشغيل قنوات الفوركا بكفاءة عالية على البث الفضائي. بالنسبة للأشياء الأخرى كنظام اندرويد، فالجهاز يتوفر على نظام اندرويد كما قلت لكم نو روتد. الشركة هي التي تتحكم في النظام، يعني لا تستطيع أن تضيف له أي شيء، وإذا قمت بتغيير أي شيء في الجهاز فلن تستفيد من الخدمات المتاحة عليه. يعني هذه طبيعة الحال نقطة يجب أن أشير لها. الجهاز يتوفر كذلك على تقنية الأير سينك ريموت زد، وهي تقنية تستطيع من خلالها مشاهدة كل ما يوجد في الجهاز على الهاتف الذكي. تستطيع كذلك عمل ميرا سكرين للهاتف إلى الجهاز، ولكن يجب أن يكون رابط بين الاثنين وهو شبكة الواي فاي المنزلية. المسألة الأخرى والتي كذلك أعجبتني في هذا الجهاز أصدقاء الكرام، وهي أنك تستطيع أن تضيف قنوات الإي بي تي في، يعني ملفات الام 3 يو وعبارة على اشتراكات خاصة بك، يعني إي بي تي في تضيفها إلى القنوات الفضائية، يعني عندما سوف تغير القمر الاصطناعي تستطيع أن تغيره إلى إي بي تي في، يعني وهذا طبيعة الحال أمر رائع. تستطيع كذلك عمل إي بي أوديو التي أدرجتها ضمن قائمة القنوات الفضائية، وأيضا الترجمة الفورية. يعني هذه طبيعة الحال من بين الأشياء التي يمتاز بها الجهاز، وهو أنه يعطيك كل شيء مفتوح، يعني تضيف قنوات الإي بي تي في على القنوات العامة، يعني وتتمتع بمشاهدة رائعة حتى في قوة الفرام، البت، الصورة، كل شيء رائع بدون مشاكل. يكفيك فقط أن تضبط إعدادات الصورة
وقوه وكذلك يعني كما يصطلحون يعني بعرض الشاشه يجب ان يتوافق مع الشاشه التي سوف تعمل عليها، اذ انك ستقوم بالدخول الاعدادات وتشخص اعداد الشاشه او عرض الشاشه المتناسب مع الجهاز، يعني 1080 بي فما اكثر او ما اقل، يعني 50 هرتز او 60 هرتز حسب ما تستطيع شاشتك تحمله. سوف نمر الى المسائل التقنيه وهي التي سوف اقول فيها رايي بصراحه. بالنسبه للمسائل الخدماتيه كمستقبل رقمي كشبيه لجميع المستقبلات الرقميه التي قمت بمراجعتها على القناه، سواء التكنو ستار او الايكو لينك او الاورو فيو او التابسات او المهم كل هذه الاجهزه اصدقائي الكرام تعمل بهاردوير متواضع ومحدود، يعني هذا الامر الذي احببت ان اذكركم به. اما هذا الهاردوير المتواجد على هذا الجهاز فهو ايضا يعمل بنفس الكفاءه التي تعمل عليها اجهزه التي في بوكس او الاندرويد تي في بوكس، يعني هذا طبيعه الحال هو الفرق يعني باعدادات اقتصاديه. بالنسبه للسي بي يو او وحدات المعالجه المركزيه فالجهاز هو ينتمي لمعالج هيسلكون رباعي النواه بقوه معالجه تصل الى 2 جيجا هرتز. كذلك الجهاز فهو يوفر لك على ما اعتقد معالج رسوماتي او لا جي بي يو يعني مالي 450 ام بي، يعني تستطيع تشغيل العاب 3 دي او العاب الفيديو بكفاءه متوسطه، ليس بكفاءه عاليه ولكن تستطيع تشغيلها على الجهاز، يعني كانك تتوفر على هاتف ذكي، يعني هذا طبيعه الحال من خلال تطبيق لا سي بي يو زد. بالنسبه للمساحه الداخليه او مساحه التخزين الداخليه اصدقائي الكرام فهي 4.5 جيجا بيت، نقولوا انه في 5 جيجا بيت ولكن تبقى مساحه متواضعه ايها الاعزاء، لان كما نعرف ان نظام التشغيل ياخذ حيز كبير من الذاكره او من الستوراج الداخلي للجهاز رغم انه يوفر مساحه خارجيه اس دي كارد، يعني هذه طبيعه الحال من بين المسائل التي قد اعاتب عليها وهي مساحه التخزين، على الاقل تكون 16 جيجا بيت يعني سيكون الاداء افضل، لكن بالنسبه للاداء المتواجد حاليا هذا الجهاز فهو ممتاز، ولكن يكفيك ألا تقوم بإضافة عدد كبير من الأقمار الاصطناعية، ولا يجب عليك أن تضيف عدد كبير من الإضافات والشراكات الإي بي تي في، لأن هذا الأمر سوف يتسبب في تشنج للجهاز، وبالتالي اعمل مع هذا الجهاز بحذر تام لكي تحتفظ بجودة السيرفر وتحتفظ بجودة وأداء التعامل والدخول إلى القائمة والقنوات وكذلك مشاهدة قنوات الـ UHD بدون أي شيء. وحتى بالنسبة لحساب جيميل حاول ألا تضع له حساب جيميل تشتغل عليه في جميع الأجهزة المتاحة لديك، استخدم حساب جيميل له فقط، لأنه عندما سوف تتوصل بالتحديثات وتتوصل بعدد كبير من الرسائل فهذا الأمر سوف يتسبب في تشنج. وغادي نخلي لكم واحد جوج روابط ديال الفيديو ولا ثلاثة، طريقة التعامل مع هذا الجهاز، طريقة تنصيب الفيرموير، طريقة حل المشاكل الخاصة بالإي بي تي في، وكذلك تفعيل سيرفر جوجل إي بي تي في، يعني كل هذه الأمور إن شاء الله سأتركها لك في الرابط المرفق في صندوق الوصف، وكذلك أشكركم على حسن المتابعة. وإذا أردتم مراجعة مقبلة بحول الله سوف نطرحها معكم إن شاء الله بالقناة قناة سعد التقنية، والقادم أفضل بإذن الله. شرفوني بالزر لايك سبسكرايب ولا تنسى تفعيل زر الجرس، وما تنساوش قناة سعد التقنية دائما معكم.